تشكل علاقة رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل مع الحزب السوري القومي الاجتماعي أصدق مثال على أسلوب عمل باسيل السياسي. حين صدر الحكم باغتيال الرئيس الشهيد بشير الجميل، فاجأ باسيل الجميع بحضوره الاحتفال في ساحة الساسين بزمن المصالحة المسيحية، ولكن بعد أشهر قليلة كان باسيل يتحالف مع القومي ويضم مرشحين له إلى لوائح التيار في مواجهة شريكه المصالحة. وفي الأمس كانت نائبة باسيل مي خريش حاضرة في مهرجان القومي في شارع الحمرة، وكي لا يقطف سمير جعجع ما حدث سارع باسيل إلى التغريد ضد الهتافات التي أطلقت في مهرجان شارع الحمرة. هو جبران باسيل يفعل الأمر ونقيضه، يتحالف مع حزب الله ولا يمانع بعقد سلام مع إسرائيل، يدافع عن حقوق المسيحيين ثم يكون سببا رئيسا في تهجيرهم، يعتمد على مصارف لرعاية مهرجانه بترونيات، ثم يتهم هذه المصارف بسرقة أموال اللبنانيين. صيحات هزت شوارع بيروت تهدد بالقتل الصريح لرئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع. أصدرت القوات اللبنانية بيانا ذكرت فيه أن التهديدات التي أطلقت بحق سمير جعجع هي اعتراف معلن باغتيال الرئيس بشير الجميل، مشيرا إلى أنه سيطلب من القضاء سحب الترخيص من الحزب وعدم الاعتراف به. اللبنانيون لن ينسوا اغتيال رئيس جمهورية بشير الجميل. الحزب القومي السوري يعمل ما بين لبنان وسوريا ويدعو إلى إقامة دولة الأمة السورية، كما نفذ عدة عمليات اغتيال فصلتها الوزيرة السابقة مي شدياق في تغريدة لها. الحزب القومي مطالبة سمير جعجع الحصول على لوائح كاملة بأسماء من سيقترعون للأسد قبل يوم من الانتخابات، والطلب منهم مغادرة لبنان فورا والالتحاق بالمناطق التي يسيطر عليها نظام الأسد في سوريا طالما أنهم يقترعون لهذا النظام ولا يشكل خطرا عليهم.